إن شاء الله هنتكلم في المحاضرة النهاردة عن البريدج بريسنج، ويمكن زي ما احنا شايفين في الايزومتريك اللي قدامنا ان انا عندي البريسنج ممكن اقسمها لأبر بريسنج، لوور بريسنج، والكروس فريم او البراكت. ممكن بدل الكروس فريم ده لو حالة الزاوية ما بتكفيش فبنعمل البراكت. فده الديزاين اللي هو 3 elements اللي المفروض هنشتغل عليها. طبعا البريسنج سيستم المفروض انها المين ايديا بتاعتها او المين جوب بتاعتها انها تشيل الويند لود، وعشان كده احنا بنتكلم على بريسنج سيستم ديو تو او ديزاين بريسنج سيستم ديو تو ويند لود. عشان نفهم مبدأ التصميم او مبدأ تصميم او انتقال الحمل الويند لود على البريسنج سيستم بالنسبه للكوبري، الاول لازم نشوف او نفهم الاتجاهات بتاعتنا بالنسبه للويند لود. الويند لود بيجي من اتجاهين مختلفين، يا اما يمين او شمال الكوبري زي ما احنا شايفين الاسهم المشاوره على الكاميرا. بالنسبه للاتجاهين الاخرين اللي هم العمودي عليهم اللي هم موازيين لاتجاه الطريق او اتجاه الطريق في الكوبري، دول الاثنين دول بيبقى الويند لود بتاعهم مش موجود. والفورس الوحيده اللي بتاثر على البريسنج سيستم في الاتجاه الطولي بتاع الكوبري هو البريكنج فورس اللي هي بتاعه العربيات، فرامل العربيات يعني. عشان نفهم انتقال الويند لود ازاي بينتقل من الاحمال الى او من الـ من الـ من البريسنج سيستم سواء توب او بوتوم الى السبورتات، هننتقل للجزء العلوي الاول. البريسنج سيستم في الجزء العلوي واحنا عارفين ان في عندي ابر بريسنج، والابر بريسنج بتاخد الويند لود، والويند لود في الابر بريسنج بتنتقل من الابر بريسنج للكي سيستم اللي احنا شايفينه او البراكت الى السبورتات. يبقى اذا الابر بريسنج هتنقل الحمل، ينتقل الحمل من خلالها الى الفيرتيكال بريسنج، ومن الفيرتيكال بريسنج الى السبورتات اللي موجود عندنا. طبعا الفيرتيكال بريسنج يا اما البراكت اللي موجود قدامنا على الشمال او الكي سيستم الموجود على اليمين. بالنسبه للجزء السفلي من البريسنج سيستم او البريسنج سيستم لو عندي في بريسنج سيستم في الجزء السفلي، فهنا الحمل بينتقل دايركت من البريسنج سيستم السفليه دي الى السبورتات على طول، وهنا الكي سيستم ملوش اي اعتبار في هذا. يعني بمعنى اصح البريسنج سيستم العلويه بتنتقل حملها، بينتقل من البريسنج سيستم العلويه الى الكي سيستم منه للسبورتات، ولو في هوريزونتال بريسنج سفليه بينتقل دايركت الحمل بتاع الويند لود الى السبورتات مباشره. بعد بينتقل الحمل اللي موجود عندي الى السبورتات، يبقى اذا الاند براكت او الاند كروس بريسنج او كروس فريم بينقل الحمل من الهوريزونتال بريسنج العلويه الى السبورتات، وعشان كده بنسميه ده ترانسميشن اوف ويند لود رياكشن. يعني هو بينقل الحمل او الرياكشن بتاع الويند لود بتاعي من الهوريزونتال الابر هوريزونتال بريسنج. عشان نبدا نفهم الابر هوريزونتال بريسنج برضو بتشتغل ازاي، الابر هوريزونتال بريسنج بتشتغل في حاله ان بكون اندر كونستراكشن او المنشا بتاعي اندر كونستراكشن. يعني بمعنى صح ما يكونش عندي الحمل اكيبايت، او بمعنى صح الكوبري واكيبايت او مليان بالعربيات بمعنى صح. فطول ما الخرسانه لسه لوس او بمعنى صح لسه اندر كونستراكشن، الهوريزونتال بريسنج الافقيه العلويه بتنقل الحمل مباشره الى الكروس فريم. طب لو انا البلاطه نشفت وجفت، وفي الحاله ديت في حاله جفاف البلاطه ووصولها الى السترنس المطلوب بتاعها، هنا نقدر نعمل الكوبري ده نقدر نحمله بالاحمال، وبالتحميل الاحمال الكوبري اللي هي العربيات بيكون كمان مصاحبه الاحمال ويند لود. يبقى هنا بمجرد ما البلاطه بتنشف، البلاطه هي اللي بتنقل الحمل دايركت واي للكروس فريم او الاند براكت، وفي نفس الوقت هي اللي بتكون قايمه بدور الهوريزونتال بريسنج العلويه. ودي كده الفكره كلها بتاعه انتقال الحمل. زي ما احنا شايفين حالات التحميل بتاعه الويند لود بالنسبه للكود المصري، فانا عندي حالتين تحميل. الحاله الاولانيه ان يكون الكوبري انلودد، يعني بمعنى صح ما عليهوش ترافيك موجود، وهنا الويند بريشر بيتاخد ب 200 كيلو جرام على المتر المسطح. او ممكن يكون الكوبري دوت البلاطه الخرسانيه جفت، في الحاله دي التراكس ممكن تمشي عليه. في الحاله دي انا بفرض تراك بارتفاع 3 متر ماشي على الكوبري، وقيمة الحمل اللي موجود عندي سواء اللي جاي على التراك او اللي جاي على المين جيردر بقيمة 100 كيلو جرام على المتر المسطح. عشان نفهم طريقة تصميم البريسنج سيستم، هناخد المثال اللي موجود قدامنا دوت، وده عبارة عن كوبري طوله 27 متر متقسم 6 باكيات، كل باكية 4 متر ونص،
وعرض الكوبري 7 متر، عباره عن اربع مسافات في متر 75 مسافه بين السترنجر وبعضها. الكوبري دوت القطاعات بتاعته، لو خدنا بالنا من القطاعات، انا عندي قطاعين. القطاع الاولاني اللي على ايدنا الشمال عباره عن القطاعات اللي موجوده في النص، اللي هي من اكس 1 2 لغايه اكس 5. اما القطاعات اللي عند الايدج اند، البريدج اند، اللي هم الاخرانيين الاولاني والاخير، ده اللي موجود على ايدنا اليمين، وده اللي مكتوب اد بريدج اندز. يبقى هنا القطاعين دول هم دول اللي شغالين معايا كفيرتيكال بريسنج. طبعا الهوريزونتال بريسنج، يمكن شايفين البلان اللي موجود قدامنا، الهوريزونتال بريسنج عباره عن 6 هوريزونتال بريسنج اكس سيستم، ويمكن مكتوب عليهم اتش ال بي ار، ده اللي هو العلامه بتاعتهم. الكوبري دوت الحاجات اللي المفروض، او الداتا اللي المفروض اكون عارفها بالنسبه للديزاين بتاعي كويند بريسنج، لازم اعرف المين جردر الارتفاع بتاعها كام، الكروس جردر ارتفاعها قد ايه، والفلور سيستم او الكاميرا الخرسانيه او البلاطه الخرسانيه سمكها قد ايه او ارتفاعها كام. دول الثلاث عناصر المفروض اعرفهم عشان اقدر اصمم الويند بريزنج بالنسبه للكوبري بالكامل. طبعا العناصر ديت او الداتا ديت المفروض ان انا عملتها قبل كده، او الديزاين بتاعها موجود عندي قبل كده، وقدرت احصل عليه من تصميم المين جردر او كروس جردر او تصميم البلاطه الخرسانيه، وطبعا يمكن دي طبقا للمواصفات المصريه لكود الخرسانه. عشان نبدا التصميم، فهنبتدي نحمل الكوبري دوت بحالات التحميل اللي المفروض الكود المصري قال لي عليها. وعشان نبدا حالات التحميل، لازم نشوف الاول ايه الحالات الكريتيكال بالنسبه لي، وهنبدا مع بعض حل المثال دوت ان احنا نشوف حالات التحميل الكريتيكال بالنسبه لكل جزء احنا هنشتغل. المطلوب مني دلوقتي بالنسبه للعناصر اللي قدامي دلوقتي، مطلوب مني تصميم البراكت اللي احنا شايفينه اللي على ايدنا الشمال، اللي هو يعتبر ماشي بنفس بعد الفلانج بليت بتاعت المين جردر، وكمان مطلوب مني تصميم الهوريزونتال بريسنج اللي هي الابر هوريزونتال بريسنج، ومطلوب مني كمان تصميم الانت براكت اللي على ايدنا الشمال دوت، اجيب القطاع بتاعه قد ايه وشايل قد ايه والفورس بتاعته الكريتيكال قد ايه. هنبدا مع بعض دلوقتي نشوف الحل، وخطوات الحل هتبقى منقسم لثلاث مراحل، وزي ما احنا اتكلمنا ان الثلاث حاجات المطلوبين مني هم دول اللي هعملهم التصميم بس. اول جزء من الكوبري هنصممه اللي هو بنسميه الانترميديت براكت، وده اللي عند كل كروس جردر في النص، يعني الخمسه كروس جردر اللي موجودين في النص ده بيبقى عندهم انترميديت براكت، ودول اللي احنا هنعملهم في التصميم. وعشان اعمل التصميم الانترميديت براكت دوت، خلينا نتخيل ان كده عندي كاميرا او كانتليفر عليها لايف، عليها يونيفورم لود. اليونيفورم لود دوت هنقول ان هو في الاول 200 كيلو جرام على المتر المسطح، ودي الكيس اوف انلودد بريدج، ان هو ده اللي بيبقى كريتيكال بالنسبه لي. طبعا انا لو حطيت 100، طبعا ال 100 احنا كلنا عارفين ان ال 100 اقل من 200، وبالتالي الكريتيكال عندي الانلودد بريدج ان هي ال 200 كيلو جرام على المتر المسطح. ال 200 كيلو جرام على المتر المسطح لو ضربتهم في المسافه بين كل كروس جردر وبعضها هتديني 4 متر ونص، اللي هي 0.2 في 4 ونص 0.9 طن على متر رم. كده يبقى كاني الكاميرا المين جردر دي عليها يونيفورم لود راسي قيمته 0.9 طن بير متر رم. عشان اجيب المومنت بتاعنا، المومنت عباره عن ده كانه كانتليفر، والكانتليفر طوله عباره عن ارتفاع الكاميرا المين جردر مطروح منها الارتفاع بتاع كروس جردر، يعني بمعنى صح عند الكروس سكشن اللي انا رسمه، اللي هو عند اس اس اللي هي قطاع اس اس اللي انا رسمه دوت. لو احنا حسبنا المومنت عند المكان دوت هتلاقيه عباره عن دبليو ال سكوير على 2، ودبليو عباره عن 0.9 انا جبتها من فوق، وال سكوير اللي عباره عن طول او ارتفاع المين جردر ناقص الكروس جردر عند الكروس سكشن اس اس، هتديني على 2 طبعا هتديني 1.225 متر طن. يبقى كده كان القطاع ده عليه 1.225 من 1000 متر طن. القطاع دوت انا فرضت ان القطاع عباره عن زي ما احنا شايفين هو قطاع تي سيكشن ملحوم دايركت واي في الويب. التي سيكشن زي ما احنا شايفين عرض الارتفاع بتاعها 200 مللي، والعرض بتاعها 200 مللي في كفلانج، والتخانه بتاعتها الويب بليت 16 مللي والفلانج بليت 12 مللي. لما انا اجيب الانرشيا واجيب السنترويد بتاعهم هلاقي الانرشيا ب 2624. كل اللي انا اعمله ان انا اجيب المومنت اضربه في 100 واضربه في 14 اللي هي قيمه السنترويد او الارتفاع بتاع السنترويد اللي هو ام في واي على اي، والاي بتاعتنا ب 2624، يطلع الاستريس بتاعنا ب 0.654، يعتبر اقل من 0.58 اف يلد، وانا بستخدم الكوبري حديد 52، عشان كده ال 0.58 اف يلد ب 2.1 طن على المتر سكوير. وكده يبقى القطاع اللي انا فرضته دوت يعتبر قطاع امن، هو طبعا هو مور ذان سيف، ولكن يعتبر قطاع امن.
الجزء الثاني من المثال اللي المفروض ان انا هصمم الابر بريسنج، والابر بريسنج عشان نحسب الفورسز الموجوده عندها لازم احسب الرياكشن بتاع كل انترميديت كروس فريم انا جبته معايا. فهنا الانترميديت كروس فريم اللي انا جبته معايا احنا اتفقنا ان الحمل كان 0.9 طن على متر ران، لما اضربه في 2.25 زائد سمك البلاطه هيديني 2.295 طن. يبقى كده ده قيمه الرياكشن عند الكروس فريم او عند كل اكس فريم موجود عندنا. قيمه الرياكشن الموجود قدامي دوت، طبعا انا بفترض ان الاكس بريسنج ده كانه تراس، وبحل كانه التراس الموجود قدامي عليه الفيرتيكال وودز اللي موجوده قدامنا دي، وطبعا السبورتين في الاخر يمين وشمال اللي هم التو بوينت اوف سبورت اللي احنا هنتكلم عليهم اللي هم الانتقال بتاع الكروس فريم بعد كده. طبعا لو انا جبت الرياكشن يمين وجبت الرياكشن شمال عباره عن مجموع الاحمال ديت على 2، طبعا مجموع الاحمال دي على 2 يعني كاني بضرب الاحمال دي في 3، يعني عباره عن 6 احمال مضروبه 6 على 2 مضروبه في قيمه الحمل يديني قيمه الرياكشن يمين وقيمه الرياكشن شمال. عشان اجيب القيمه بتاعه الطول الممبر بتاعي فلازم اجيب السيتا بتاعتنا او الداتا بتاعه السيتا بتاعتنا، ميل زاويه الميل بتاعتنا قد ايه بتاعه الكروس فريم او الاكس ريسنج اللي موجوده ديت. طبعا انا جبت التان سيتا عباره عن 7 متر على 4 متر ونص وبتاعه 1.55 يعني سيتا ب 57.265. يبقى كده زاويه ميل التراس بريسنج اللي موجود قدامي دوت او الهوريزونتال بريسنج موجوده قدامي دي عباره عن 57.8. عشان اجيب قوه الشد او قوه الضغط اللي موجوده على في البريسنج سيستم الواحد او في الدياجونال الواحد اللي احنا شايفينه من عندنا ده عباره عن قيمه الحمل على 2 ساين فاي ساين او ساين سيتا. قيمه الحمل عباره عن 6.885 اللي هو قيمه الرياكشن على 2 ساين سيتا، طبعا سيتا لسه جايبها ب 57. تطلع قيمه الكومبريشن او التنشن فورس في الممبر الواحد عباره عن او في الماكسيمم ممبر عباره عن 4.09 طن. كده اصبح القطاع عندي عليه او الهوريزونتال بريسنج ديت عليها 4 طن و 4.09 طن، وطولها هنشوفه دلوقتي مع بعض، وطبعا الباكلنج لينس اللي هنتعامل معاها كانها كومبريشن ممبر عادي خالص. طبعا عشان اجيب طول الممبر عباره عن 4 متر ونص تربيع، جذر التربيع 4.5 تربيع زائد 7 تربيع هيطلع طول الممبر 8.32 تربيع. انا الباكلنج لينس عندي يا اما 0.5L او 0.75L، فطبعا الكريتيكال انا شايفه 0.75L، فانا ضربت 0.75 في طول الممبر عباره عن 0.75 في 832 على 0.45 الاي اللي هو انا فرضتها اللي هي ب 10 تو انجل 100 في 100 في 10. طلعت ب 138 ده اللامدا، طلعت ب 138.6 اقل من 140 طبعا بالنسبه للبريدجز. كانت اللامدا ديت كانت بالنسبه للمباني العاديه في الكومبريشن ممبر كانت ب 180، فانا بقارن هنا بال 140 ده عشان ده بريدج او بريسنج في بريدج. الباكلنج ستريس عندي عباره عن 0.85 في 7500 على لامدا سكوير. هنا اللامدا عندي اكبر من 100 زي ما احنا متفقين ان لما يكون لامدا اكبر من 100 يبقى الاف سي الاوبل ب 7500 على لامدا سكوير، بس انا باخد فاكتور كده للامان عباره عن 0.85 عشان اامن نفسي اكتر. فطلع عندي الاوبل ستريس ب 0.332. طيب بالنسبه للاكشوال، الاكشوال عباره عن الفورس على الاريا، والفورس عندي ب 4.09 والاريا عباره عن 2 مساحه الزاويه، ومساحه الزاويه موجوده في الجدول 19.2، يعني التوتال ستريس اللي موجود على الزاويه 0.107 اقل من الاف باكلنج اللي انا جبتها من شويه 0.332. كده يبقى القطاع بتاعي اللي انا فرضته بالنسبه للهوريزونتال بريسنج يبقى امن وشايل الحمل بتاعه. اخر خطوه في التصميم المفروض ان انا اصمم الاند براكت اللي موجود عندنا، ويمكن شايفين الكروس سكشن اللي انا رسمه، والاند براكت اللي موجود قدامنا دوت ده يعتبر في اخر واول فريم موجودين عندنا او اول واخر كروس جيردر موجود عندنا. عشان ابتدي اشتغل الكلام دوت، لو انا اشتغلت الكلام ده زي الهوريزونتال بريسنج اللي صممتها، فلو خدنا بالنا ان الهوريزونتال بريسنج كانت الحمل بتاعنا الرياكشن بتاعنا عباره عن 2.2. طبعا هنا الكيس بتاعت ال 200 كيلو اللي هو يكون انلودد دي مش كيس كريتيكال. الكيس الكريتيكال عندي في الحاله ديت هو لما يكون لودد بريدج. لما يكون اللودد بريدج يبقى انا هستخدم الحمل بتاعي 100 كيلو. 100 كيلو لما اضربها في 4.5 في 2.25 زائد 3.3، وطبعا لما اقول لودد يبقى انا عندي كمان التراك بارتفاع 3 متر هتكون محمله. في الحاله ديت انا لما اضرب 0.1 في 4.5 في التوتال هايت اللي موجوده عندي عشان اجيب الرياكشن عند كل نقطه زي ما احنا شايفين قدامنا هتطلع عباره عن 2.5 طن.
عشان اجيب الرياكشن في السبورت اليمين وسبورت الشمال، الرياكشن دوت اللي هو طبعا عند البراكت اللي انا عايزها، الرياكشن دوت عباره عن قيمه الاحمال السته دول على 2 مضروبه في قيمه الحمل، يعني 6 على 2 ب 3 في قيمه الحمل 2.5 تديني 7.5 طن. طبعا ده الاند رياكشن. طبعا احنا واخدين بالنا ان الاند رياكشن هنا ب 7.5 طن كان في الاند في الهوريزونتال بريسنج كان 6 وشويه، فطبعا انا عندي الكيس بتاعت ال 100 كيلو اعلى من الكيس الثانيه اللي هي الانلودد. طيب ده بالنسبه كده، ده بالنسبه لنا ان ده شايل او الاند رياكشن ده شايل 7.5 طن قيمه الهوريزونتال فورس اللي موجوده عندي عند البراكت او عند التو براكت. طبعا لما نقول 7.5 طن فوق هتنتقل او يجي لي رياكشن على البراكت نص القيمه ديت يمين ونص القيمه شمال، يعني عند السبورتات نص السبورت هيشيل 3.75 سوري، والثاني هيشيل 3.75 يعني 7.5 على 2. طبعا يبقى هنا البراكت دوت شايل كانه شايل هوريزونتال فورس قيمتها 3.7275، لما اضربها في المسافه اللي هي عند الكروس سيكشن زي ما اتفقنا اللي هو ارتفاع المين جيردر مطروح منه الكروس جيردر، هيديني المومنت اللي موجود عندي في البراكت ده 6.1875 متر طن. انا هفترض برضو ان الويب بليت بارتفاع بقيمه 300 ملي بسمك 16 ملي والفلانج بليت 200 في 12 ملي، ولما احسب لهم السنترويد هيطلع لي على مسافه 19.8 سنتي والاي واي بتاعتها بتساوي 7505. عشان اجيب الاكشوال ستريس، الاكشوال ستريس عباره عن المومنت في 100 في الواي على الاي اللي هي 7505 اللي جبتها، طلعت 1.632 طن على سنتيمتر سكوير، واللي هي اقل من 0.58 اف ييلد اللي هي 2.1 طن على سنتيمتر سكوير. وبالتالي يبقى اصبح القيمه ديت سيف والقطاع ده امن ان هو يشيل الويند لود موجود وينقله للسبورت. يبقى دي كده الثلاث اجزاء اللي موجوده عندي في الكوبري ونقلت الحمل بتاع الويند لود.